إعلان خاص بتسجيل مترشحين أحرار في امتحانات شهادة البكالوريا دولة 2024. يعلن ديوان وطني للامتحانات والمسابقات عن انطلاق تسجيلات في امتحان شهادة البكالوريا دورة 2024 الخاصة بالمترشحين الأحرار ابتداء من يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 على الساعة 8 صباحا، تمتد لغاية يوم الخميس 21 ديسمبر 2023 منتصف الليل. يمكن أن يشارك في هذا الامتحان في ولاية إقامته بصفة مترشح حر كل من تابع دراسته في انتظام في قسم الثالث الثانوي أو مستوى معادل في مؤسسة للتربية والتعليم العمومية وخاصة معتمدة أو لدى الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد. يختار المترشحون الأحرار التسجيل في شعب من شعب البكالوريا التالية: أدب وفلسفة، لغات أجنبيات، سير واقتصاد، علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي. التسجيل تتم تسجيلات عن طريق الموقع الإلكتروني bac.onac.dz. بعد الدخول في الموقع المترشح أن يقوم بما يلي: الاطلاع على شروط استعمال الموقع وشروط تسجيل حجز البيانات الخاصة بالمستوى الدراسي، معلومات الترشح الشخصية، البيانات الشخصية، باع إنشاء حساب إلكتروني. ويمكن للمترشح اختياريا تفعيل خدمة المصادقة الثنائية DUFA. ملف التسجيل: يكتفي المترشح بالتسجيل الإلكتروني ولا يخدم أي ملف ورقي. الدفع الإلكتروني لحقوق التسجيل: يتم دفع حقوق التسجيل عن طريق خدمة الدفع الإلكتروني باستعمال بطاقة نقدية ذهبية لبريد الجزاء دون سواها باستخدام حساب المترشح، اسم المستخدم وكل متر المرور. المدعوون في استمارة الإلكتروني عن طريق الموقع الآتي bac.onac.dz. تنبيه: عليك التأكد من صحة المعلومات ومراجعتها قبل دفع حقوق التسجيل. تسديد حقوق التسجيل يكون قبل انقضاء فترة التسجيلات. تحدد حقوق التسجيل كما يلي: لغير الحاصلين على البكالوريا 3000 دينار، للحاصلين على شهادة البكالوريا دورات سابقة 5000 دينار. المصدقة المستوى الدراسي: تتم المصدقة البعدية على أساس مستوى الدراسي من طرف مديري المؤسسات بناء على البيانات التي يحجزها المترشح في استمارة التسجيل الإلكترونية. هام جدا الحساب الإلكتروني سري وشخصي يستعمل في دفع حقوق التسجيل. يتم فتح الموقع من جديد في الفترة الممتدة من يوم الخميس 1 فبراير إلى غاية يوم الخميس 15 فبراير 2024، وذلك للتأكد من التسجيل والتأكد من صحة المعلومات المسجلة. في حالة وجود خطأ في المعادلة المسجلة، المترشح إبلاغ عن طريق طلب خط ممضي مرفق بالوثائق الثبوتية في أجل إقصاء يوم الخميس 15 فبراير 2024 إلى مديرية التربية التي تقوم بإرسال التصحيحات اللازمة لفرع الديوان الذي تتبعه. تاريخ إجراء الاختبار مادة التربية البدنية سيحدد لاحقا. يجري اختبار مادة التربية البدنية والرياضية بالولايات المسجلة بها حسب الفترة التي ستحدد لاحقا. يجري اختبار مادة التربية البدنية والرياضية بالولاية المسجل بها المترشح الحر حسب الفترة التي سنحددها لاحقا. تسحب الاستدعاءات الخاصة بالاختبارات الكتابية من ذات الموقع حسب الفترة التي ستحدد لاحقا.